النهاردة نشوف مع بعض التفريزات المهمة جدا اللي احنا عملناها النهاردة. التفريزات دي للبطاطس، عملنا طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، عملناها حلوة جدا، وعملنا كمان البطاطس المحشية لحمة مفرومة وازاي تحفظيها وبتقعد قد ايه وازاي ما تسودش منك، وكمان البطاطس بتاعت الاكياس اللي بنشتريها بتاعت الشركات من بره. كل الفيديو النهاردة يعني بصوا ابهار ما بعده ابهار. النهاردة عايزة لايكات كتير جدا جدا، واللي هيدخل مش هيحط لايك بجد بجد هزعل منه جدا، لان فعلا الفيديو ده مهم جدا وعايزاه يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نروح مع بعض نشوف عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. يلا بينا حبيب قلبي جيجي. ازيكم حبيب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبيب قلبي هنعمل اهم تفريزات مهمه جدا جدا لرمضان اللي سالتوني عليها كتير جدا. هنعمل النهارده تفريزات البطاطس. اول نوع بيكون محبوب جدا جدا البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، ازاي نفرزها بطريقه مظبوطه وتقعد معانا شهور طويله. طيب مده صلاحيتها قد ايه؟ مده صلاحيتها معانا لمده 6 شهور كاملين. تمام، تعالوا نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا بطاطس متوسطه او صغيره على حسب ما انت بتحبيها، بس طبعا بلاش كبيره، ما تستحبش الكبيره يعني. فانا جايبه متوسطه وصغيره وكده، قشرتها وطبعا غسلناها. هنبتدي ان احنا نقور البطاطس عادي خالص. بصي ده مقور اسمه المقور السحري، تمام، اهو بجيبه من عند اي حد بتاع ادوات منزليه بالشكل ده كده اهو، وبجيب بعد كده السكينه. بصوا، واروح ايه بالسكينه بقى، اروح جايبه كده اهو، بس بخلي فيها لحم ما خليهاش كلها جلد عشان ناكل بطاطس، فاهمين قصدي؟ هوريكو انا بس ايه، نقلل بس كده منها شويه عشان ندخل اللحمه المفرومه. اللي يستحسن ان هي ما تبقاش من جوه فاضيه خالص. بصوا كده اهو اهي بالشكل ده، عايزه بس ايه انضفها. بصوا اهي كده حلو قوي اهو، عشان يبقى فيها لحم بالشكل ده. تمام، هعمل بقى الكميه كلها، واللي بيطلع ده ما برمهوش، هقول لكم هنعمل بيه ايه، هخلصهم وارجع لكم تاني، استنوني. هنشوف كده هنفرز مع بعض ازاي البطاطس اللي هي الصوابع اللي بنشتريها بتاعت الشركات. تمام، هنقطع كده اهو مع بعض البطاطس اهو، وما تخليش البطاطس بتاعتك رقيقه اهو. بصي، خلي الصوابع كده اهو كده، الولاد بيحبوها جدا بالشكل ده. تمام اهو، هقطع بقى الكميه واقول لكم نعمل ايه وايه الماده الحافظه بتاعتنا اللي هتخلي البطاطس معانا حلوه جدا جدا، استنوني. بعد كده ما قطعنا البطاطس بتاعتنا وزي ما وريتكم كده اهو، ما تبقاش لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، اهم حاجه تبقى وسط. طيب ايه بقى المواد الحافظه بتاعتنا اللي هنحطها وهنعملها ازاي؟ بصي يا ستي، جبناها هنا اهو في حله، ماشي، هنحط عليها ربع كوبايه من الخل، كوبايه صغيره او فنجان مليان من الخل، تمام، اللي هو الفنجان بتاع القهوه. هنحط عليهم ربع معلقه من ملح الليمون اهو، ملح الليمون من عند اي عطار، مش بتاع المنظفات، بتاع الاكل اللي بيتحط للاكل، المربى والصلصه الطماطم، الماده الحافظه يعني، ملح الليمون بتاع العطار مش بتاع المنظفات. على فكره ده حاجه وده حاجه، وده بسعر وده بسعر. هنحط كمان عليهم بصوا شويه كده اهو صغيرين من شويه بودره زعفران صفراء او لون غذائي اصفر، ما عندكيش يبقى لون غذائي اصفر، مفيش اللون ملاش منه خالص. هنزل بقى بميه، ميه عادي اهي من الحنفيه بالشكل ده، هنقلب كده اهو، وهنطلع بيهم على النار تغلي معايا اول غلوه وتاني غلوه هقفل عليها على طول، وبعد كده اروح مصفيها بمصفى على ميه من الحنفيه، لا هطلعها في ميه بتلج ولا اي حاجه، ماشي، ركزوا معايا، وما تبقاش مسلوقه، تبقى يا دوبك كده ايه ربع سلقه، مش نص سلقه، ربع سلقه، ده مهم جدا. هغطي عليها واحطها على النار، والاول ما تغلي اول غلوه وتاني غلوه الاقيها بس يا دوبك ان هي طريت معايا سنه صغيره، اروح قافله النار واروح مفضياها في الحوض في مصفى، واروح مشغله عليها الحنفيه لحد ما تبرد خالص، وبعد كده نرجع
تاني نشوف هنعمل ايه. فريزات برضو الحلوه قوي قوي في البطاطس اللي انا بحبها جدا، بتوفر علينا وقت ومجهود وطعمها حلو قوي كمان، البطاطس اللي هي كفته البطاطس. بقى كفته البطاطس دي حاجه كده رهيبه، هقول لكم طريقه التفريز بتاعتها. قطعت كده، قشرت بطاطس وقطعتها كده اهو زي ما انتم شايفين لمكعبات بالشكل ده، تمام. هنزل بقى عليها بميه، وبرده بحط لها شويه من اللون او من شويه بودره الزعفران اللي عندك، برده الاصفر، تمام. وهنزل بميه، مش بحط لها تاني اي اضافات، ما بنحطلهاش لا ملح ولا ملح ليمون ولا بنحط لها خل ولا اي حاجه، هي زي ما هي كده اهو. حط عليها شويه الميه مع اللون وتتسلق كويس جدا جدا، وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. استنوني، هنجيب طاسه كده اهو ونحط فيها شويه زيت صغيرين، مش قلي ولا حاجه، نشوح بس فيها البطاطس، تمام، تتشوح معايا، مش هقليها في زيت غزير والكلام ده، لا انا عايزه اديها تشويحه، تشويحه كده على الوش ده والوش ده، تاخد معايا كده لون كده بسيط، وتبقى ماسكه نفسها ما تتكسرش معايا. ميزه التحميره دي ان هي ما تتكسرش معاكي في الفريزر، لو حطيتها نيه هتتكسر لما نيجي نستخدمها. اللي هو اللي هنعمله ده هيعملها زي جلده كده، زي قشره هتحميها التحميره دي. طبعا اعملي بقى الكميه اللي تعجبك، الطريقه مضمونه ان شاء الله باذن الله، وكمان هوريكي ازاي تفرزيها وتشيليها اصلا محشيه لحمه مفرومه، يعني هتوفر عليكي كتير جدا وقت وفلوس ومجهود. عصجي شويه لحمه، لو ما عندكيش لحمه مفرومه على فكره ممكن، لو مش بتحبي اللحمه ممكن تحشيها اي حاجه، بصي اي حاجه ماشي، ممكن تحشيها فراخ، تجيبي فراخ كده تضربيها في الكبه او تقطعيها زي الشاورما او مكعبات صغيره، وتعملي معاها خضار وفلفل وبصل وكل حاجه وشويه بسله، وتبقى تحفه، تبقى بصي اكله كامله متكامله، وتحشيها كده بتبقى حلوه قوي. لو مش عايزه الحاجات دي ولا عايزه تحشيها من الحاجات دي، ممكن تحشيها جبن، تجيبي بسطرمه ولانشون وجبنه ومش عارفه ايه، وتحشيها جبن وفيها جبنه موزاريلا، وتمط كده معاكي وتبقى هايله. بصي ابدعي، انا عايزاكي تبدعي كده، يعني بصي انا عملت كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، بس انا عامله لك الطريقه اللي انتم متعودين عليها، بس لو انتم عايزين تبدعوا ابدعوا، عايزاكي كل يوم كده تبهري ولادك يعني. وعلى فكره التفريزات دي يا جماعه، الناس اللي بتقعد تقول ايه ما الحاجه موجوده طول السنه والحاجه مش، اول حاجه موجوده وكل حاجه، محدش قال لا، بس كل الحكايه ان بتوفري وقت، بتوفري فلوس، بتوفري مجهود، بتوفري حاجات كتير قوي، تمام. اما تتحمر بقى هرجع لك تاني، استنى. دي البطاطس اهي، تمام، بعد لما بقت بصي يا دوبك تبقى ايه طريه معايا بس كده شويه، تمام، تبقى طريه بس مش مستويه، تبقى كده عملتها تحت الميه زي ما قلنا، ماشي. وبعد ما بردت كده معايا نشفتها، جبت فوطه نظيفه ونشفتها، بصي ما فيهاش ميه خالص ازاي، نشفتها. وبعد كده معايا فنجان زيت كده اهو، هبتدي ان انا ارش عليه شويه الزيت دول كده اهو، وابتدي اغلف البطاطس بالزيت، هي دي الماده الحافظه بتاعتي اللي هي هتخليها ولا نص مقليه ولا اي حاجه خالص، كده مش هتخليها كمان تلزق في بعض، هنشيل الوقع دول اهم، هتخليها كده اهو مش تلزق في بعض، وهنخليها وهتخليها كمان تبقى ايه، تبقى اكننا عملناها نص سوا، يعني اكنها نص مقليه. هنجيب بقى اكياس نعبيها او العلب دي اهي، تمام، بعد ما عبيناها كده اهو، نخلي كل واحده على قد الايه، على قد المره. الناس بقى اللي بتقول البطاطس بتسود، البطاطس مش هتسود ابدا ابدا، اي نوع بطاطس بس تكون تحمير، تمام، عمرها ما هتسود معاكي. وهنغطي كده اهو كل علبه اهي، العلب دي في الفريزر، ما بتاخدش معايا مساحه ولا مكان ولا اي حاجه، عايزه ما عندكيش دي في الاكياس، اكياس بقى محكمه الغلق، اكياس الثلاجه، عادي خالص اهي. بصي شايفين شكل البطاطس عامل ازاي ما شاء الله، اهو البطاطس اهو، بصي شكل البطاطس اهي، يا دوبك خدت لون خفيف وعملت معايا ايه، عملت معايا زي القشره اهي، تمام اهي، اوريها لكم، بصوا عملت معايا زي القشره كده اهو. هبتدي بقى اجيب لحمه على الصاج زي ما قلت لكم، خضار، جبن، اي حاجه، هنبتدي نحشي كده اهو اللحمه بتاعتنا. لو عايزه تشيليها مش محشيه شيليها مش محشيه عادي، مفيش مشكلة خالص، بس انا بوفر عليكي ايه وقت ومجهود، انا كنت فرستها قبل كده مش محشية،
عشان كده نبقى مختلفين. يبقى المره دي احنا فرزناها وهي محشيه، تمام كده اهو. بصوا عايزه اوريكم، بجيب العلب دي ماشي من عندي برضو الناس اللي بتبيع الاطباق الفويل والكياس بالكيلو والحاجات دي، ليها غطا بحط فيها البطاطس بتاعتي واغطيها واحطها في الفريزر ما بتاخدش معايا مكان، تمام. هحشي انا بقى واوريكم الرص يبقى عامل ازاي. بصوا كده عملت كده كل طبق اهو، تمام اهو، وده اهو، وغطيه برضو، ليها غطا كده زي ما انتم شايفين. وميزتها بقى ان هي كمان مش بتاخد معايا مساحه وبتحافظ معايا على الحاجه اهو. نقفلها كده اهو، بصي نيجي نحطهم كده في الفريزر مش هتاخد معايا مكان اهو. بقى هنعمل كفته البطاطس تعجبكم جدا جدا. بعد هم عملتها هبتدي ان انا اهرسها بالشكل ده، بعد ما هرسها هرجع لكم تاني عشان نشوف نحط عليها ايه. بقى بعد ما هرست كده البطاطس، تمام، بصوا بقى هحط لها معلقه بصل بودره، تمام، وهحط لها نص معلقه من الثوم البودره بالشكل ده، وهحط لها شويه توابل كده مشكله اللي هي السبع بهارات دي، ربع معلقه، وهنحط طبعا ملح لان احنا ما حطيناش ملح، معلقه ملح كده صغيره، تمام. وهكسر بيضه اهي، وهحط كمان، هنحط نص كوبايه من النشا اهو، طبعا انا عارفه المعيار انتي عايري، نص كوبايه من النشا وعليهم كوبايه من الدقيق بالشكل ده، يبقى نص كوبايه نشا ونص كوبايه دقيق. ممكن ما تحطيش الدقيق وتستبدليها بنص كوبايه بقسماط. هنقلب كل الخليط ده تقليبه كويسه قوي قوي ونرجع لكم تاني. شكل البطاطس، الناس اللي هتسالني البطاطس كانت قد ايه يا جيجي، البطاطس كان كيلو واحد من البطاطس يا جماعه عليه كوبايه مليانه من الدقيق، عليه بيضه واحده، عليه نص كوبايه من النشا، ودي بتبقى شكل كده العجينه بتاعتنا بالشكل ده اهي، تمام. نعرف نشكلها كده في ايدينا، لو لقيتيها مش بتعرفي تشكليها وبتلزق خالص يبقى تزودي شويه دقيق لحد لما تعرفي تعمليها، تمام. بصي بقى طبعا الشكل اللي انت تحبيه، يعني عايزه تعمليها كده اهو، بصوا الشكل اللي انت تحبيه، عايزاها مدوره، عايزاها مبططه زي الطعميه، عايزاها، بصي اللي انت عايزه تعمليه. المهم ايه، الحشوه تبقى من جوه كده اهو، ونقفل عليها كده كويس قوي بالشكل ده، تمام. وبعد كده بقى اعمليها زي الكبيبه، عايزه تعمليها زي الكبيبه، عايزه تعمليها زي الكفته كده اهو، زي ما انا بعملها كده اهو، بصي اهي. عايزه بقى تغلفي بالبيض والبقسماط وتشيليها في الفريزر وتبقى طالعه على القليه على طول، اعملي كده. عايزه تعمليها وتشيليها كده اهو، بصوا الطبق اهو، عايزه اوريكم الطبق اهو اللي بشيل فيه. عايزه تعمليها وتشيليها كده اهو بالشكل ده، ولما تطلعيها من الفريزر وتفك تطلعيها وتحطيها في الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط وتقليها، ماشي اللي انت عايزيه، ده شغال وده شغال، مفيش مشكله خالص، تمام اهو. دي بقى كفتة البطاطس، اعملوها مش هتفك منك ابدا ابدا ان شاء الله باذن الله، عن تجربه ومن الحاجات الحلوه قوي قوي والمغذيه كمان للولاد. واللحمه المفرومه دي انا مدخله جواها بشر جزر، بشره فيها جزر، ومدخله فيها حاجات كتير قوي وفلفل الوان وحاجات كده، وكوسه، بشره كوسايا معاهم عشان تبقى القيمه الغذائيه عاليه اكتر. تقدري تحشي الحشوه اللي انت عايزاها، لو عايزه كمان تدخلي جبنه موزاريلا في الحشوه دخلي، مفيش مشكله خلص الكميه وارجع لكم تاني. استنوا شكل الكفته اهي بتاعت البطاطس اللي قلت لكم عليها، انا على فكره عملتها اهو قدامكم كمان بالبيض الاول، دقيق وبعد كده البيض وبعد كده البقسماط، قلت بالمره عشان تبقى جاهزه عشان يبقى تعب بالمره اهي. بصي كل طبق حطيت فيه اهو، ومحشيه من جوه اللحمه المفرومه، تطلعيها وهي متجمده يا دوبك تهدى بس شويه صغيرين، وبعد كده تبتدي تقلي على طول، هي كده كده اوريدي مستويه، اللحمه من جوه مستويه، البطاطس مستويه، يا دوبك تاخد معايا لون بس، اهم حاجه تنزليها في زيت غزير عشان تطلع معاكي حلوه وجميله وطريه من جوه ومقرمشه من بره، تمام. هنغطيها كده اهو بالشكل ده، وتعالوا بقى نشوف بعد ما خلصنا شكل التفريزات شكله عامل ازاي، يلا بينا.
دي شكل التفريزات بتاعتنا النهارده اهي، زي ما انتوا شايفين كده اهو. عملنا الكفته بتاعت البطاطس، وعملنا البطاطس المحشيه اللحمه المفرومه، وعملنا كمان البطاطس اللي هي الصوابع اللي نص تحمير يعتبر، اللي هي نص سوا دي، هتطلعيها تحطيها برده وهي متجمده على طول على الزيت الغزير. بس كده يا رب النهارده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم، وتكون كمان نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، عايزه لايك كتير كتير يكسر اليوتيوب النهارده باللايكات، علشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وناس كتير جدا تستفيد وتوفر في الوقت والمجهود، وتوفر كمان في الفلوس. واشوفكوا بقى ان شاء الله بإذن الله في إبهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلبي جيجي.